السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، أهلا بحضراتكم في يوم جديد وعالم تفسير الرؤية والمنام. إن شاء الله هنبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، لولاك ما كان رمضان، لولاك ما كانت ليلة القدر، لولاك ما كان عرفة ولا الحج، لولاك ما كان الإسلام يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أيام رمضان بتنتهي، العشر أيام الأواخر بينتهم، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الأيام بخير، وعلى المسلمين وعلى المصريين وعلى العرب أجمعين يا رب العالمين. النهاردة ليلة الجمعة، ليلة وترية، ليلة 25. وعلى فكرة يعني أما تكون ليلة الجمعة ليلة وترية وبتيجي في العشر الأواخر من رمضان، الأرجح إن هي ممكن تكون ليلة القدر، فادعوا ربنا يلا اشتغلوا النهاردة جامد قوي قوي، يلا بالقرآن الكريم، يلا كله كده يخرج وينظر للسماء ويصلي على سيدنا النبي كتير قوي قوي قوي، ويدعي ربنا كتير قوي قوي إن ربنا يستر أول حاجة بستره مصر والعرب والمسلمين، ويرفع قدر المسلمين كده، وينجينا من المهالج، وينجينا من الظلمة، ويدعي بأي دعاء هو يحبه. النهاردة ليلة طيبة، ليلة كريمة. وأول ما هنبدأ معانا اتصال، معانا الست أم أحمد، أهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا يا فندم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا شيخ، كل سنة وانت طيبة وفرحانة وسعيدة، ويجعل الأيام خير علينا وعليكم يا رب العالمين. اتفضلي. طيب بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون واسمعيني من الهاتف. طيب بس اظبطي لي الصوت كده، وقف في حته فيها شبكه، ووطي التلفزيون خالص، انا سامع صوت التلفزيون من هنا. طيب اتقطع الاتصال. اتمنى من حضراتكم يا جماعه وطم صوت التلفزيون، اسمعوني من الهاتف، علشان ما بحبش ازعل حد، وعايز اسمعكم، عايز اسمع منامكم، عايز اقدر اساعدكم، ويا رب يساعدنا ويساعدكم يا رب العالمين. كل عام وانتم بخير. النهارده موضوعنا هنتكلم عن ليله القدر. ليله القدر خير من ألف شهر، رب العالمين قال كده. يا ليله خير من ألف شهر. طبعا ربنا ما حددش شهر ولا اتنين وتلاته، شهور كتير. فربنا سبحانه وتعالى جميل وكريم وحنان ومنان. طيب معانا اتصال الاستاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب يا شيخ. وانت بخير وصحه وسلام. كنت عايزه اقول لك على حلم تفسرهولي. يلا اتفضلي معانا ان شاء الله النهارده في الليله المباركه دي، يحققه لك بالخير يا رب. الله، كانت جدتي حلمتني ان انا باكل معاها سمك. تمام. وانا حلمت من يومين ابويا متوفي. لا استنيني يا استاذه منى، يعني انت شفتي جدتك هي متوفيه ولا موجوده؟ حلمتني انا، مامتي بتقول لي ان جدتك حلمتك ان كنت بتاكلي معاها سمك. جدتك موجوده؟ موجوده. ربنا يدي لها الصحه يا رب. بس انا مش مخلفه. طب تمام. من يومين حلمت معايا سمك وبنضف فيه، بس في سمك كان فيه رحت وحشة، وخدت سمكة كبيرة كده وأخدتها ونضفتها وأخدتها لنفسي يعني. بس لقيت السمك كان بايظ ورحت وحشة، خدت سمكة واحدة. خدت سمكة واحدة بس وفي واحدة وحشة؟ هي كبيرة. اللي انت خدتها كبيرة. تمام. وكان ابويا بيضرب في عمي وهو بشكل سمك، ما اعرفش ليه. ابوكي بيعمل ايه؟ كان بيضرب عمي بشكل سمك.
كان ابوكي بيضرب عمك بشوك السمك. طب بس كده المنام خلص ولا لسه في تكمله؟ لا بس خلص كده. طيب يا استاذه منى معلش هبدا نعم. بالقطعه الاخرانيه، بابا وعمك كويسين مع بعضهم ولا في مشاكل؟ لا هو عمي بعيد عنينا وزعلانه كده ما بيتكلمناش وابويا متوفي. طيب هسالك سؤال تاني، بابا بيتكلم على عمك باسلوب مش كويس؟ أبوك متوفي. رحمة الله عليه أسكنه الله الجنة يا رب العالمين. يعني والدك متوفي وبيضرب عمك بشوك السمك. لا إله إلا الله. وأنت بتقولي إن عمك ما بيكلمكيش ومأهملك وبعيد عنك. لا هو ما بيكلمش غير أبويا، مش أنا يعني مش بيكلم جدتي ومش بيكلم إخواته. ما بيكلمش إخواته ولا مين؟ أمه يعني ما بيكلمهاش وهو بعيد عننا. يا خبر أبيض، ما بيكلمش أمه وعمك ما بيكلمش أمه وعنكم. يا رب يكون سامعني. طب اسمعيني من التلفزيون هفصل لك مناماتك يا استاذه منى. كل سنه وانت طيبه، ربنا يفرحك يا رب ان شاء الله. السلام عليكم. الاستاذه منى شافت في المنام يا جماعه ان هي بتاكل سمك، سبحان الله. المنامات دي جميله جدا، ان هي بتقول جدتها والدتها شافت ان جدتها وهي بياكلوا سمك في المنام. من اجمل المنامات السمك في المنام يا جماعه لما بيكون حد بياكله بجميع انواعه، بيكون السمك جميل جدا في المنام، بيدلل على الرزق والخير اللي جاي. لما هي تاكل سمك مع جدتها وجدتها قاعده معاهم، دي دليله على اتفاق وود وحب. ما انا مش هاكل مع حد بكرهه، مش هاكل مع حد بيبص لي في الاكل، مش هاكل مع حد ما بيحبنيش. فهنا دليل على ان هي تاكل مع جدتها في المنام، ففي اتفاق، في خير، في رزق هيجي لها ان شاء الله قريبا جدا جدا، يسعد قلبها لان السمك جميل قوي. طيب بحجم السمك، وهي بتقولي سمكه كبيره في المنام التاني، فبحجم السمك هنا كل ما انسان يشوف في المنام ان هو اصطاد سمكه، اكل سمكه، تملك سمكه، والسمكه دي كبيره، هيكون الخير جاي اكتر والرزق اكتر. طيب ليه؟ لان كل ما نستكبر في السمك، كل ما يكون الحجم واللحم بتاع السمك اكبر من العظم، اكبر من العظم، فهنا الرزق اكتر، فهنا الرزق كتير. فانا ببشرها بخير ورزق جاي لها في الطريق. طيب والدها المتوفي الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مكانه الجنه والفردوس الاعلى، ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا له، بيضرب عماه بشوك السمك، واتضح ان عماه ما بيكلمهمش وما بيكلمش امه. طب اقول له ايه؟ ما بتكلمش امك؟ والله العظيم هي باب الجنه، والله رب السماء والارض امك دي باب الجنه، هي اللي هتدخلك الجنه. ده مش هتدخلك الجنه بس، ده طول ما انت بترضيها في الدنيا، طول ما الخير جاي لك، طول ما البركه عماك، طول ما الملائكه كده بتحوط عليك وبتبعد عنك اعدائك. طب هنا الميت بيضربه بالشوك السمك، ده دليل بيحسه، بيقول له عندك، بيقول له كل عندك دم يا اخي، روح كلم امك في ايام مفترجه، في ايام ربنا سبحانه وتعالى فاتح فيها ابواب الجنه وابواب الخير. مخاصم امك؟ اوعى حد يخاصم امه، لانهم هم باب الجنه، هم اللي هيدخلوهم الجنه، ده هم اللي محوطين عليهم من الخير والبركه والامن والامان. فهنا انذار شديد اللهجه من رب العالمين، لان الميت ما يقدرش يجي يعمل حاجه الا باذن من الرحمن الرحيم. الميت ما بيعرفش يعمل حاجه الا باذن من الرحمن، لان الجسد انتهى، اتاكل، الدود كاله، التراب كاله، فاضل الروح اللي باقيه. فربنا بيؤمر الروح ان هي تروح لحد من المنامات، ومنام زي ده ان هو يجي يضربه بالشوك، بيحسه بيقول له خلي بالك ايامك هتبقى كلها شوك، هتتعب. فربنا ينجيك ويهديك يا رب العالمين ويفرحك يا استاذه منى، والله اعلى واعلم. معانا اتصال تاني، معانا ست ام احمد. ايوه يا شيخ. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. معايا رؤيتين. معاكي رؤيتين؟ الرؤيه بتاعت بنتي بتحلم ان هي في الصرب، في الصرب. ما انا مش سامعك يا ست ام احمد، انا مش سامعك. ايوه ايوه يا شيخ. لو انت عندك الشبكه ضعيفه اقف في حته فيها شبكه. طيب ماشي. بنتي معايا بنت بحلمت ان هي في التراب، ومعايا جماعه انصار. معاكي ايه؟ التراب. معايا جماعه انصار. انت بتقول يا اخي في التراب.
طب الاتصال اتقطع تاني يا ام احمد، انا والله زعلان عشانك، يا رب يا رب يوفقك وتقدر تتواصلي تاني معانا واقدر افصلك. طيب النهارده يا جماعه هنتكلم عن ليله القدر. ليله القدر دي جميله قوي قوي. ليله القدر بيتغير فيها اقدار العباد، يعني لو فقير وربنا حن عليه ومن عليه بليله القدر ودعا دعاء كده وربنا تقبله، غير قدره من فقر الغنى. اللي يشوف في المنام ليله القدر بتبقى بركه وخير وسعادة وفرح. وعلى فكرة ليلة القدر في الحقيقة بتبقى يعني مش لأي حد، ربنا بيوهبها لناس، بعض الناس كده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى عايزهم. نفس القصة برضك، ليلة القدر في المنام ربنا بيختار برضك من إيه، من عباده الصالحين كده ومن عباده اللي يشوف ليلة القدر في المنام. طيب معانا اتصال، معانا الأستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا حبيب الشيخ. وانت طيب يا حبيبي وبخير، اتفضل. لو سمحت، انت انا بيجي لي احلام على طول ان انا بجيب فلوس بالفعل، بيجي لي فلوس بالفعل، حد بيقابلني بيجي لي فلوس. انت حلمان انت بتحلم على طول باستمرار ان في حد بيديك فلوس؟ ايوه ايوه. طب تمام. بلاقي الرزق يعني بالفعل، بلاقي فلوس الشغل بتاعي بالفعل، بلاقي في فلوس انا سواها. يا عم محمود انت انا مش سامعك كويس برضو. يعني انت بتمشي تلاقي فلوس وفي حد بيديك فلوس في المنام؟ اه، اللي بتعامل معاهم، اللي بشتغل معاهم مثلا، ممكن يكون حقي مثلا 1000 الاقي لي 2000 3 بيديك فلوس زياده يعني. تمام، بس انت بتبقى عارف عددهم في المنام. ايوه فهمت. الحمد لله. اتفضل. الحمد لله كده خلص. تسهيل الرزق بالسهل، يعني بتقبل ايه بسهوله؟ لا ما سمعتش الجزء الاخراني. بقول لك بلاقي تسهيل الرزق بالسهل، في المنام بلاقي تسهيل الرزق بالسهل، يعني واحد ليه عنده 1000 جنيه الاقيه مديني 2 3، في الشغل بتاع مثلا متقدم ب 500 جنيه الاقيه 2000 3000، ما بعرفش ان انا ارجعهم، ما بعرفش كده يعني. يعني انت بتشوف في المنام ان في حد بيديك 1000، بيديك 2، بيديك 3، وبتشوف بتلاقي فلوس برضك في المنام. تمام. وبتعرف عددهم في المنام. اه، بس انا مش عايز ارجعهم، مش بعرف ارجعهم. بتعرف ترجعهم؟ مش بعرف ارجعهم، انا ببقى عايز في ضميري مش بعرف ارجعهم. ما بتعرفش ترجعهم لمين يا استاذ محمود؟ بضعف ان انا ارجعهم. تنفسي حضرتك. لا مش سامعك والله. بقول لك يا فندم، انا ببقى عايز ارجعهم عشان بقول ان هم حرام مثلا او كده، هم مش رزقي، بلاقي نفسي ان انا ضعفت قدامهم، وبلاقي نفسي ان انا خلاص مش راجع. اه، يعني انت في حد بيديك فلوس وبتعرف عددهم وبتلاقي فلوس وبتقول لا دول مش بتوعي ومش من حقي وحرام، وعايز ترجعهم ما بتعرفش ترجعهم، صح كده؟ اه، نفسي طبعا. انت بتشتغل ايه يا استاذ محمود؟ انا بشتغل سواق على العربيه. انا بتشتغل سواق على عربية؟ اه، على عربية نقل. تمام كده؟ تمام. طيب تمام. حالتك المادية الفترة اللي فاتت او اليومين دول ممكن تكون شدت شوية عليك؟ لا والله، انا مثلا ببنيها عند حضرتك مثلا 500 جنيه، انا شغال معاك بودي لك حاجة، ببنيها 500 جنيه، انت مديني الفلوس، بعد ما اسيبك وامشي بروح اعد الفلوس مثلا بقى 2000. لا مش سامعك والله. الشبكة واقعة عندك خالص. طيب انقطع الاتصال. طب بس هفصل لك على اللي انا سمعته وقدرت ان انا اعرفه، ان انت بتمشي في الطريق بتلاقي فلوس او حد بيجي يديك فلوس وبتعرف عددها. من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الحالم او صاحب المنام ان هو يشوف في المنام ان هو بيلاقي فلوس او حد بيديله فلوس وبيعرف عددهم. الجميل هنا ان انا بعرف عددهم، فالحمد لله رب العالمين، ده خير قادم ليا بيجي لي في الطريق. انما المكروه او المتعب اللي دايما بيسبب لي مشاكل او بعض القلق او بعض التعب، ان انا ما اخد فلوس من حد او يبقى معايا فلوس ما اعرفش عددها، دي تبقى مشكله. ليه؟ لان بتعب، صرفت كذا فباجي اشوف الباقي، طب انا معايا قد ايه، طب انا صرفت قد ايه، فبحتار فبتعب فبيحصل لي بعض الهموم والنكد، فده جزئيه مش كويسه ان انا ما اعرفش عدد الفلوس. انما لما اعرف عدد الفلوس فبيبقى خير جاي في الطريق، بركه جايه في الطريق. طيب انت بتقول ان انت خايف تاخد الفلوس او حاسس ان هي مش من حقك، فده دليل على ان انت انسان محترم،
دليل على ان انت انسان بتخاف ربنا قوي قوي قوي. يعني كل ما بيجي لك قرش بتعرف هو جاي منين، هل هو حلال ولا حرام، وشكلك ما بتحبش تدخل على بيتك ولا على اهلك قرش حرام. فانا بقول لك يا استاذ محمود ان انت عشان تلاقي فلوس او حد يديك فلوس في المنام وتعرف عددها، انا ببشرك بخير ان شاء الله، وان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك برزق قادم في الطريق، والله اعلى واعلم. طيب احنا هنكمل كلامنا. طيب معانا اتصال تاني، ام مصطفى. اهلا بحضرتك يا ام مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا صفا مش ام مصطفى. طيب الاستاذه صفا. طب حضرتك انت سامعني كويس ولا الصوت متقطع؟ طيب انا سامعك كويس. طيب انا اقول الحلم اللي عندي. الو. اتفضلي سامعك يا صفا، ربنا يصفي لك حياتك بالخير والهنا يا رب. ماشي اقول الحلم اللي عندي. ادعي لك بوتين اقول الحلم اللي عندي. يا رب يخلي وقتك سعادتي والهنا، ويجعل ظهورك دايما في السماء، ويحقق لك التألق والنجاح في كل مكان، ويجعلك في كل لحظة واسعة من أهل العزة والكرامة. أقول الحلم ده. يا شيخة يا شيخة، روح ربنا يبارك لك ويفرحك ويسعدك برؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رب كده. طالما انت بتدعي لنا يا رب كده اشوفك ان شاء الله السنة الجاية واقفة قدام باب سيدنا النبي وبيسلمي لي عليه. ماشي اللهم امين. اتفضلي. انا رأيت ان مكان واسع يشبه المعبد، وبعدين رأيت اهلي كلهم، قلت لهم اللي جابكم هنا. لا يا استاذه صفا طبعا انا لا انا مش سامعك بامانه بامانه مش سامعك يا جماعه. لا اقف. الشبكه سقط خالص بعد اذنكم يا جماعه، بينوا لي الصوت اكتر. طب اعمل ايه؟ خلاص ما اقعدش بقى ده مستمع. لا اتفضلي بس اتفضلي، انا عايز اسمعك. انا بقول لحضرتك رايت ان في مكان واسع، سامعني كده؟ تمام. انت في مكان واسع. بسم الله. ومكان يشبه الملعب كده، وبعدين رأيت أهلي كلهم هنا، قلت لهم إيه اللي جابكم هنا؟ قالوا لي إن هم رايحين الحج والعمرة. رايحين حج وعمرة. فأسرعت إليهم لمكان الحج، فهناك نادى عليا اسمي وقال لي فين البطاقة؟ قلت له عيش معايا، قال لي اجري ورا اهلك لحد ما تجيب البطاقه منهم. فجريت وراهم فلقيت مكان قديم وما لقيتش فيه حد الا شيخ اعرفه، ولقيته جالس وضع ايده على وشه، حاطط ايده على وشه. فذهبت اليه وسألته سؤال، فقال لي اجلسي بجواري ثلاث ساعات ولا تتكلمي بعدها. وبعدين خدني وظل معي حتى نظرت إلى كل مكان في المدينة المنورة. يا الله يا الله يا الله. يا أستاذة صفا. ماشي. كده خلص كده خلص منامك يا أستاذة صفا؟ أنت متزوجة ولا 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 أنسة؟ لا أنا أنسة. انت انسه. طيب انت بتعاني من حاجه، مشاكل في حياتك او تعبانه من حاجه بتعاني منها؟ عقباتها دي زي اي حد مع اهله، يعني اي مشاكل عاديه يعني. يعني انت الحمد لله، يعني انت الحمد لله بخير وطيبه وكويسه. لا الحمد لله بخير ما شاء الله. انت عايزه تروح تزور سيدنا النبي يا صفا صح؟ بتقول ايه؟ انت عايزه تروح تزور سيدنا النبي، عايزه تعملوا عمره؟ طبعا اكيد اي حد نفسه يزور سيدنا. لا طبعا. بس انا يعني كان اخويا ملان وقال لي ما تعتبيش المكان ده خالص برجلك عشان حصل مشاكل بيني وبينك. طيب تمام اسمعيني من التلفزيون وهفصل لك منامك يا استاذه صفا. بشكرك جدا ربنا يسعدك ويفرحك، منامك جميل قوي ودليل على ان انت بتدور على بطاقتك او تروح الحرم المكي او بتزور سيدنا النبي، ده دليل على قضاء حاجة ليكي، ودليل على حاجة من صوتك سمعتها دلوقتي
ان انت انسانه قريبه من ربنا، ان انت انسانه دعائك مستجاب. هطلب منك طلب يا صفا، برغم ان اول مره اسمعك واول مره تكلميني واكلمك، ويمكن اول مره تشوفيني او شفتيني تاني او شفتيني قبل كده، بقول لك يا صفا ادعي لعباد الله. النهارده ليله مفترجه، ليله طيبه، انا بقول لك ادعي لمصر، ادعي لاخواتك وادعي لنفسك. انت انسانه طيبه، انت انسانه قريبه من ربنا قوي قوي قوي. انا ببشرك بقضاء امر انت بتفكري فيه، شاغل بالك، شاغل حياتك، حاطه ايديكي كده على طول للسماء وبتقولي يا رب اقضي هذا الامر لي وفرحني يا رب واقضيهولي. ربنا هيفرحك يا صفا، وربنا هيديلك طربك ان شاء الله، وربنا هيفرحك يا صفا والله اعلى واعلم. معانا اتصال تاني لاستاذه الحاجه شاديه. اهلا يا حاجه شاديه، مرحبا بحضرتك. الحاجه فاديه. الحاجه فاديه. كل سنه وحضرتك طيب. يا رب وانت طيبه وبخير وسعاده. رب. ودايما فرحانين يا رب. اللهم امين. انا شفت رؤيه حضرتك مرتين، رؤيه ان انا حلمت وانا نايمه ان انا بقرا الايه اللي بتقول ايه المغلوب الفانتصر. بتقول ايه يا فندم؟ ايه ايه؟ اني مغلوب فانتصر. اني مغلوب فانتصر. ربنا ينصرك. والرؤية الثانية نعم. بقول لك ربنا ينصرك. والرؤية الثانية اللي شفت ان انا بقول بصوت عالي لا اله الا الله الله اكبر، يعني بشكر ربنا كتير. فلقيت ناس رجاله كتير قوي قوي بصوت عالي بيقولوا ورايا بس انا مش شايفاهم، بيرددوا الذهن اللي انا بقوله بس انا مش شايفاهم بصوت عالي، يقولوا لا اله الا الله الله اكبر بس بصوت عالي، وبس ناس كتير وانا مش شايفاهم بس كده. الجري يقول انا شفتهم. حضرتك انتهى كده المنام. شكرا. طيب انت لسه خليكي معايا، اوعي تمشي. نعم. انت 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 الحاجه فاديه صح كده؟ انا ايه؟ انت حضرتك متزوجه ولا ولا؟ انا متزوجه بس انا زوجي متوفى. حضرتك كام سنه؟ انا عندي كام سنه؟ عندي 42 سنه. انت رحت عملت عمره قبل كده وقبل كده او حجتي؟ كنت عملت عمره قبل كده. طب انا مش هسيبك تمشي قبل ما تدعي لنا. مش هسيبك تمشي من الحلقه قبل ما تدعي لنا وتدعي للاعداد وتدعي لكل القناه ان ربنا يفرحهم ويصلح حالهم ويجعل القناه ده اكبر قناه. انت انسانه محترمه. استنيني استنيني قبل ما تمشي بس، وتدعي لي وتدعي لاولادنا. ربنا يخليك يا رب. بالله عليك ادعي لي النهارده. حاضر. انت انسانه طاهره، انت انسانه مبروكه، انت انسانه جميله. شفت رؤيه برضه ان انا شفت صوت الكلام يقول لي انا جاي افسر لك سوره الاغفال. يا الله ما شاء الله عليكي. الله ومعاه غنم. الله اكبر الله اكبر. اقول لك سوره الاغفال افسرها لك يا استاذه فاديه. نعم. انت جوزك متوفى رحمه الله عليه، يا رب يفرحك باولادك ان كان عندك اولاد وتسعدي. ربنا ما ادناش اولاد. يا سلام سبحان الله. طب انا عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا. اتفضل. انت مين جه عليكي وظلمك؟ ما فيش حد جاي عليه، بس مش مشكله كده. وقلنا بس بقول الرؤيه ديت يعني مش مشكله، يعني كنت متضايقه بس وخلاص. كنت متضايقه بس كده، فربنا جاب لك الايه دي. طيب اسمعيني من التلفزيون افصل لك مناماتك. والله ما شاء الله جميل، الايه قرانيه جميله. الايه قرانيه بتدل على ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرك، ربنا سبحانه وتعالى هيفضل جنب منك، ربنا سبحانه وتعالى خلاكي ان هو جوزك يبعد عنك وتوفاه الله وبقيتي وحيده ما انجبتيش، فربنا سبحانه وتعالى بيديك الخير، بيديك الفرح، بيوريكي في مناماتك ان هو بيقول لك انت يعني ما شفتيش حاجات حلوه في الدنيا، ما شفتيش لذه الاطفال، بس ربنا بيقول لك ان شاء الله ليكي في الجنه حاجات جميله، ليكي في الجنه حاجات هتعيشيها وتتبسطي قوي 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 بكرم ربنا، بفرح وسعاده لن تتخيليها. ان انت تشوفي ان انت بتذكري اسم الله وتهللي وتكبري وتقولي لا اله الا الله، وناس انت مش شايفاهم بيرددوا وراكي وانت مش شايفه وعارفه مين. انت عارفه دول مين يا استاذه فاديه؟ ده دول الملائكه، دول جنود مجنده من رب العالمين بيرددوا وراكي ان انت استحملتي وان انت حمدت ربنا على ايه؟ على حياتك وعلى عيشتك، وان ربنا سبحانه وتعالى اداكي العيشه دي، فقلت له الحمد لله لك يا رب.
انا راضيه، انا فرحانه باللي انت اديتهوني. فربنا بيقول لك ايه بقى؟ عشان انت رضيتي وفرحتي انا هفرحك. والله اعلى واعلم، هي منامات كلها فرح لكي، هي منامات ان ربنا بيقول لك زيدي يا استاذه فاديه في الذكر، زيدي في القران الكريم، اقراي قران. لما يجي حد يجي عايز يفصل لك سوره الانفال، ايه الجمال والحلاوه دي؟ انت انسانه من اهل القران، عشان كده قلت لك ادعي لنا وادعي للقناه وادعي للمسلمين والمصريين ان ربنا يفرحنا ويكرمنا. روحي ربنا يبارك فيكي. وقلت لك انت فعلا عملت عمره ولا حجيتي؟ قلت لي فعلا. ما شاء الله عليكي، ربنا هيفرحك، ربنا هيختم لك بخاتمه السعاده، والله اعلى واعلم. هنكمل معانا رؤيه ليله القدر في المنام. اللي بيشوف ليله القدر في المنام يقوم فرحان، يقوم يسجد للرحمن على طول. ليه؟ لان زي ما بقول كده، ليله القدر في الحقيقه زي في ايامنا ديا اللي بيشوفها في الحقيقه، فربنا وهبه الخير، تقبل دعائه، غير قدره من حل لحال لحل احسن، هيرتقي، ربنا هيفرحه، هيبسطه قوي قوي قوي. وعلى فكره يا جماعه، انا لاحظت حاجه جميله قوي، الناس اللي هم بيشوفوا ليله القدر فعلا وربنا بيكتبها لهم، سبحان الله، كل ما اسمع حد يقول لي يا ابو يحيى ده انا شفت ليله القدر، بينسى نفسه في الدعاء ويدعي لغيره. ما هم دول الناس اللي ربنا جابهم عشان بيدعي لغيرهم، مش طماعين. شفتوا ربنا ما بيجيبش الطماع، ما بيجيبش الوحش، ما بيجيبش العقل لوالديه ولاهله، ما بيجيبش اللي بينسى رحمه، اللي بيقطع رحمه. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيختار الطيبين الطاهرين علشان ما يدعوش لنفسهم، لا بيدعوا ايه؟ لغيرهم. ولكن ربنا بيجعله نصيب. ليه؟ لان ربنا كريم قوي قوي قوي. فمن راى ليله القدر في المنام يقوم على طول يسجد للرحمن، ربنا هيفرحه، ربنا هيكرمه قوي قوي قوي. ان كان حزين او مكروب او عنده نكد، على طول ايام بسيطه جدا تنتهي كل المشاكل عنده. طيب معانا اتصال الاستاذه شيماء. اهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم، كانت اختي من 10 سنين ان هو محبوس. لا اظبطوا الصوت يا شيماء، يا جماعه اقف في حته فيها شبكه ارجوكم، انا مش سامع. بقول حضرتك متوفي من 10 سنين. ان انت حلمانه ان انت من 10 سنين ايه؟ بتشوف لي رؤيا، مش عارفه هو حلم ولا اضغاط احلام، ان هو محبوس. يعني انت شفت منام من 10 سنين؟ لا المنام من مش جنة. انا مش سامع. لا المنام من دول ان هو محبوس، مع انه كان طيب يعني. بس سامعني؟ حلمانه من 10 سنين؟ هو الشخص من 10 سنين حلمت ان هو. طيب يا استاذه شيماء معلش بعد اذن حضرتك عشان بس الصوت مش واضح عندي، انت حلمانه باخوكي ولا بابوكي من 10 سنين؟ ايه؟ انت حلمانه بمين من 10 سنين؟ الحلم انا شفته اليومين دول. انت شفتيه من اليومين دولا؟ ان هو محبوس. يعني في حاجة مثلا عليه طيب تمام، انت حلمانه بيه من 10 سنين؟ متوفي من 10 سنين، طب هو مين يقرب لك ايه؟ اللي متوفي، اللي انت اللي هو متوفي من 10 سنين وانت شفتيه في الحلم قريب، ايه يقرب لك ايه؟ والدك. تمام كملي اتفضلي. شفته محبوس. شفتيه محبوس؟ تمام. ومرة ثانية شفت مريضة، يعني لو مرضة السن كان عايز يعمل حمام وما قدرش يعمله. وشفتيه، معلش انا هردد ورا منك لان طبعا الشبكة مش كويسة. إيه؟ طب تمام كملي كملي. شفت كلمة تاني ان هو مش قادر يعمل حمام. حمام مية يعني مرضة السن. تمام. انا الحلم يعني احس بتفكير، ومع العلم ان هو راجل صغير وميت يوم جمعه وكان في نفس حاله بالطب يعني. كان ايه يا جماعه؟ كان تفكير مني انا ولا مثلا هو في حاجه مثلا. كان راجل طيب وكان بيصلي وعارف ربنا. هو كان انسان طيب جدا. طيب الله يرحمه. ان شاء الله اطمني اطمني، ان شاء الله يكون ربنا سبحانه وتعالى كريم. ربنا كريم بعباده قوي قوي قوي. ان كان ربنا سبحانه وتعالى كريم بعباده فوق الارض، ما
ما بالكم يا جماعه ربنا كريم وهم تحت الارض، كريم قوي 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 اكتر ما احنا عايشين، ده هو كريم بعباده تحت الارض الاموات. طيب انت معايا يا استاذه شيماء؟ ايوه. طيب انا ممكن استاذن حضرتك في حاجه مهمه جدا 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 من هنا الصبح. بابا عليه ديون لحد، ارجوكي بعد اذنك يا جماعه مفيش حد يعني، حاولوا بقدر الامكان الاتصال ده يبقى متواصل معايا. طيب بابا دين؟ لا 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 ما عليهوش ديون لحد؟ لا احنا خدنا فلوس واحنا اللي اتصرفنا فيها، يعني احنا خدنا معاش واحنا اللي اتصرفنا فيه. طيب ماشي يعني اخر يوم اتصرف فيه احنا اللي صرفنا فلوس. جميل اسمعني بس يا استاذ شيماء، اسمعني بالله عليكي، انت بتقولي ان هو خدته المعاش بتاعه وخدته فلوسه وصرفته فيها، انت تعرفي كل حاجه عن بابا؟ ايه تعرفي او ماما او اخواتك عارفين كل حاجه عن بابا؟ لا اله الا الله. طب اسمعيني من التلفزيون، اسمعيني من التلفزيون وانا هقدر اجاوبك، مش هسيبك ان شاء الله. طيب بشكرك بشكرك، خليكي معايا انا مش هسيبك ان شاء الله في المنام ده. بصوا يا جماعه، بدايه كده اول ما يجي الميت محبوس متضايق زعلان مخنوق تعبان عيان، على طول اللي شاف المنام بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بعته له لانه عارف، اسمعوا كلام كده، ان الميت ده رايح للحي، القى عليه المنام ان ربنا سبحانه وتعالى بعت الروح الميت لهذا الانسان اللي شاف المنام علشان قادر ان هو هيساعد الميت. ربنا ما بيبعتش اي منامات لحد ما يقدرش يساعد فيها، لان ربنا سبحانه وتعالى اعلم بالناس اعلم بالقلوب. فهنا الميت علشان يروح للي شافت المنام يبقى الميت راح وعارف ان هتقدر تساعده. ابوها محبوس في القبر وميت بقاله 10 سنين، يمكن منام في حلقه سابقه انا قلت فيها ان انا شفت المنام وكان الميت متضايق جدا وكان عليه دين، وبعد ما سددت الدين بتاعه انا اللي شفته قام جه بايسني تاني ويوم على طول وقام ضحك وقام ماشي، فكيت عنه همه، لان المديون بيحبس لان ربنا ما بيسيبش حق العباد. بقولك يا استاذه شيماء بالله عليكي، انت جيتي ووصلتي لي وقدرت توصلي لي وتقولي منامك، فانا هنا اتطوقت بطوق ان الميت ربنا بعته ليا ان انا اللي فصل المنام وبعته للي شافت المنام. يعني احنا الاتنين دلوقتي اتحطينا في دايره كده لازم نساعد ايه الميت، وربنا مش هيوصل ليا المنام ولا ليك المنام الا لما عارف ان احنا نقدر نساعده ان شاء الله. فبعد اذنك يا استاذه شيماء وبالله عليكي دوري وابحثي جامد قوي قوي قوي، اسالي اخواتك اسالي امك اسالي عمامك، ابحثي في ورق ابوكي، دوري في الدنيا كلها في بيتك، شوفي في دين على ابوكي ولا لا، شوفي حد ممكن يقول لوالدك ان انا سامحتك في حاجه من اخواته في ورث في حاجه، او في ولاده ممكن يكونوا اتقسم ورث او اتقسم حاجه فواحد خد اكتر من التاني فالتاني زعل فلسه الزعل جواه، برضو ده كل حقوق ناس. فشوفي ودوري بالله عليكي. انا كنت اتمنى ان انت تاخد رقم تليفون عشان تتواصلي معايا، بس خير ان شاء الله لو تعرف تتواصلي. طب كلميني بعد الهوا ان شاء الله، خد الرقم ودوره وابحثي جامد قوي 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 قوي، عشان انت بتقولي والدك راجل طيب وراجل كويس وان هو عايز يخش يعمل حمام مش عارف يتبول، فده دليل على ان هو ممكن يكون حد له حق عنده وما سامحش. حد عنده حق له حق عند ابوك وما سامحش ابوك، فدون يا رب نقدر نساعده. والامر الثاني ان والدك ما يقدرش يعمل حمام، فشوفي دوره في مين في اخواتك او انت او امك مين بيعاني، مين تعبان، مين عنده هموم بيعاني منها، يا رب تقدروا تساعدوا بعضكم، لان احيانا الميت بيجي تعبان عيان مش عارف يتبول زعلان علشان خاطر اهله، علشان خاطر اولاده، علشان خاطر زوجته، علشان خاطر بناته، ان هم في مشاكل، ان حد منهم بيعاني، ان حد منهم تعبان. بعد اذن حضرتك خد رقمي ورن علي عشان تاخد رقمي اتواصل معاك. معايا الاستاذ احمد من الاسماعيليه. السلام عليكم استاذ احمد. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب وبخير، ويعود عليك الايام بخير كده يا رب. يا رب وعلى المسلمين وعليك.
الله يخليك، هو حلم بسيط كده يا شيخ. انت على راسي من فوق، اتفضل. الله يخليك. هو انا حلمت ان انا في الحلم مسكت منصب رئيس جمهوريه وبعدل على الناس وشغلهم. بس مسكت منصب رئيس الجمهوريه وايه؟ ايه؟ منصب رئيس الجمهوريه وايه؟ بس وبعدل على الناس وشغلها. انت بتشتغل ايه يا فندم؟ في وزاره الثقافه. انت حضرتك بتشتغل في مكان مهم جدا، ولما تمسك رئيس جمهوريه. طب اسمعني من التلفزيون، الاستاذ الكريم راى في المنام ان هو لقى نفسه ان هو بقى رئيس جمهوريه. طبعا مسؤوليه كبيره قوي 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 قوي. الله يكون في عونهم، الله يكون في عون الرؤساء والملوك. ربنا سبحانه وتعالى اختارهم في مكانه صعبه قوي، يسالوا عنها، مكانه متعبه، مكانه فيها ارهاق قوي قوي قوي. فالاستاذ الفاضل لما يلاقي نفسه ان هو بقى رئيس جمهوريه وهو شغال في دار الثقافه او شغال في منصب او حاجه كويسه، سوف يرتقي في عمله، سوف يرتفع شأنه، هيبقى حاجه كويسه في يوم من الايام. ربنا هيعزه، ربنا هيرفع قدره. وان هو بيتكلم ده وبيتكلم ده وبيتكلم ده، يبقى دليل على ان هو هيقدر يفيد اللي حوالين منه. ليه؟ لان رئيس الجمهوريه ما يقعدش على المنصب ده او على الكرسي ده اي واحد، لان ربنا سبحانه وتعالى بيجيب رئيس الجمهوريه ده كاتبه من اول خلق ادم لغايه وقتنا ولغايه يوم القيامه. كل واحد على يقعد على كرسي فهو مكتوب اسمه، زي رئيس السيسي كده ربنا يعزه وينصره على عدوه، مكتوب اسمه من قبل ما يتولد ان هو يقعد على عرش مصر. فانت لما تبقى رئيس جمهوريه ربنا هيعزك، هيرفع قدرك، هيوفقك. بس في حاجه، المنام ده في اشاره من ليك من ربنا، اللي انت تخلي بالك من اللي حوالين منك. مش معنى ان انت تبقى ماسك منصب وربنا يعزك تذلهم او تتكبر عليهم او تيجي عليهم. كل ما تكون متواضع معاهم كل ما ربنا يرفع شأنك وحالك. فده دليل على ان ربنا هيرفع شأنك وهيوفقك وهيكرمك وهيفرحك. بس خلي بالك، اوعى تأذي حد، اوعى تتكبر على حد. خليك دايما مع الضعيف، خليك دايما مع المحتاج، اقف بقلبك بالصح، هتلاقي ربنا بيوفقك ويرفعك قوي 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 قوي. والله اعلى واعلم. منامك جميل، في بشاره، والله اعلم. هنرجع تاني. طيب معانا الاستاذه سماح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ كل سنه وحضرتك طيب. معاك ابو يحيى. انا مش دكتور، معاك ابو يحيى. ماشي ابو يحيى. تمام. حضرتك اهلا بحضرتك. والله في بنات لاختي. يا رب يجعله خير. يا رب ربنا يجعله خير. مش متجوزه يعني. هي مش متجوزه. تمام. هي حلمت حضرتك بنت صغيره، بنت جارتنا يعني. جت لها في اللي هو الكيس بتاع الهدايا ده، لا الشنطه بتاع الهدايا دي. الشنطه بتاعت الهدايا؟ تقول لها الشنطه بتاع اللي هي بتاع الهدايا. اديتها لاختي، ماشي، اديتها لاختي فتفتحها، قالت لها دي هديه منين؟ من قالت لها دي من تيتا، بعتها لك. فتحت الشنطه لقيت فيها برطمانات مقفوله. لقيت فيها برطمانات مقفوله؟ عدد من البرطمانات مقفوله. تمام. تمام. برطمان فيه مسامير، وبرطمان فيه حضرتك البلي بتاع الاطفال ده. برطمان فيه برطمان فيه مسامير، وايه برطمان فيه ايه تاني؟ واحد مليان مسامير، وواحد فيه اللي هو البلي بتاع الاطفال ده. ماشي تمام. وفي برطمانات تانيه مقفوله كتير. تمام. ماشي يا ستي، على خلاف معانا يعني، وهي شكلها نيتها مش حلوه من نيتنا يعني. تمام. حضرتك يعني هي اللي هي مش كويسه ماشيه في الاصحاب والحاجات دي. طيب استنيني. تمام. بقول كده خلاص. وبعدين بتقول لها كمان، هي بتقول لاختي، وكمان تيتا بتقول لك هي بتذبح فراخ وعندها وراك وصدور. هي بتذبح فراخ وعندها وراك وصدور. بتذبح فراخ عندها وراك وصدور. لو انت عايزه تعالي خدي من تيتا. عايزه ايه؟ لو انت عايزه تعالي خدي من عند تيتا. طيب لو عايزه تعالي خدي من عندنا. بس البرطمانات دي برطمانات كتير حضرتك، وفي برطمانات يعني كانت يعني مقفوله كلها، هي ما فتحتهاش.
هي ما فتحتهاش، ولكن شافتها واضحه يعني، واحد بيلي واحد مسامير، وفي واحد ثالث قال لي يعني بس نسيته كمان، بس هي في برمجات كمان كذا واحد بس ما فتحتهمش. تمام بس كده؟ واختي خرفت الجهاز، وستي دي على غير علاقه طيبه بينا يعني. طيب اختك دي عندها كام سنه؟ هي اختي جديده يعني عندها حاجه 30 اخر 30 كده. حاجه و30؟ اه اخر الثلاثين معطله عن الجواز حضرتك. نعم. وهي كذا معطله عن الجواز يعني. متعطله من الجواز. تمام. طب ما هي يعني تعبانه حضرتك. وهي تعبانه؟ جدا. انا مش سامعك. هي حضرتك اللحظه اللي بكلمك فيها دي بس تعبانه جدا. هي تعبانه جدا. اسمها زي المصعب. طيب اسمعيني اسمعيني من التلفزيون. طيب الاستاذه الفاضله لقت بنت صغيره جايبه لها شنطه او حاجه زي هديه فيها برطمانات، واحد من المسامير، واحد من البلي، وحاجه تانية، وهي بتقول ان هي مع خلاف مع الست دي، وبتقول لها بدبح فراخ عنده صدور وعنده وراك تعالى خدي من عندي، وهم عاملين مشاكل مع بعضهم. تمام كده. وهي تعبانه دلوقتي وبتعاني. فانا دلوقتي قبل ما افصل لها المنام بقول للكل اللي شايفني، بالله عليكم في هذه الايام المفترجه ادعوا معايا لها ان ربنا يشفيها. في هذه الليله المباركه ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها. ادعوا قولوا يا حنان يا منان، ربنا يشفيها من ويبعد عنها سحرها ويبعد عنها عدوها ويشفيها. انت الكريم يا الله فاشفيها يا رب العالمين. طيب المنام دون بيدلل على ان انت اصلا بتقولي ان اختك تعبانه وبتعاني وشكلها بتعاني من سحر كلام من دون. طيب يا ريت بالله عليكي لو هي تعرف تقرا ايه، لو تعرف تقرا سوره البقره خليها تقراها. تمام كده. وبعد ما تخلص سوره البقره تقولي الدعاء ده. كله يا جماعه اللي سامعني بيعاني من تعب، من مس، من سحر، من حاجه، يقرا سوره البقره كاملة. ويا ريت يكون متوضي. طيب لو واحدة مثلا عندها عذر شرعي تقرأها بعيد من بعيد وتقرأها. وبعد ما تخلص سورة البقرة تقول الدعاء ده. اللهم بحق. اللهم بحق. والسر الكامن في سورة البقرة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في أخذها بركة وفي طرقها حسرة. وادعي. يا رب اشفيني، يا رب ابعد عني عدوي. بس اوعى تدعي على عدوك، لان ربنا ما بيتقبلش اما بدعى على حد، انما بيتقبل اقول حسبي الله ونعم الوكيل، ان انا برفع ضعفي للقوي لله. فهنا انا بقول ادعي بعد ما تقول الدعاء ده. اللهم بحق والسر الكامن في سورة البقرة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في أخذها بركة وفي تركها حسرة. أنا بقول الدعاء ده واحدة شافته في المنام، والله واحدة شافته في المنام وهي مش بعيدة عني، تعتبر من دمي، وبدعي لها. والله ستي دي فكرت إن أنا بدعي لها وأقول لها ربنا يفرحك ويسعدك ويبعد عنك الشر ونفرح بك قريب قوي قوي قوي. فأنا بقول لك يا أستاذة الفاضلة منامك في تدخل من الشيطان جامد قوي قوي قوي. طيب ليه؟ لان هنا بدات تعرفي ان الست بتذبح فراخ ووراك وصدور، وداخله تقول تعالى خدي فراخ، وفي بنت بتديك برطمانات وكلام من ده. فالشيطان ابن لذينه مش هيسكت. ست معاك عداوه وهي بتعمل اسحار فعلا، فربنا يهديها ويبعدها عنك. فالشيطان عايز يزود القلق هنا ويزود الكراهيه والمشاكل، فيقوم جاي لك بقى ويلعب باسلوب حلو قوي. ده ممكن يجيب لك حاجات حلوه وبعد كده حاجات وحشه وبعد كده سحر، وفي الاخر عشان تقومي من النوم وتروح لابو يحيى، وابو يحيى ما بيفهمش حاجه يقول لك ده عامل لك سحر، ده مبهدلاكي. يا عم اتقي الله، ده بيضحك عليكي. انما الصح على طول حاجه زي دي كده اعرفي ان انا اقول كده اهو على يساري، وادفل على يساري، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واقول له مش هتعرف تضحك عليا، بكفايه عليك كده. فهنا المنام ده بالرغم ان اختك تعبانه وبتعاني من سحر،
بس انت مش عارفه من مين، ان كان دي ولا دي. ولكن هو السحر عامل زي المرض، زي المغص، زي الصداع، زي اي حاجه بتتعب الانسان، وهو من عند الله سبحانه وتعالى بيجي يختبر به عبده لغايه لما يستحمل ويصبر، وربنا بعد كده بيفرحه وبيبقى عارض زي اي عارض وبينتهي. بس بالقران بالالحاح على ربنا سبحانه وتعالى، يا رب انصرنا على عدوي، يا رب انصرنا على اللي سحرني، يا رب انصرنا على اللي حسدني، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، لحق عليه قوي 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 قوي. انما ما اروحش للدجال، ما اروحش لساحر ابن لذينه يضحك عليا وياخد فلوسي ويبنى على كل كلمه 100 كلمه ويطلع منها ب 20 كلمه ضحك عليكي بقى وما عندوش اي حاجه. ولكن من الهبل بتاعنا النهارده ان كتير اول ما بيشوفهم ورقه فيها سحر في المنام، لا مش عارف ايه في المنام، ده سحر، ده كذا، ده كذا، على طول اجري يا عم الشيخ كذا 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 كذا، فانت عندك سحر، انا عايز منك كذا او كذا عشان احلهولك. فهنا يا استاذه الفاضله تدخل من الشيطان جامد قوي قوي قوي. بعد اذن الاعداد مش عايز تليفون بعد، معلش. طيب ماشي رب، طب تمام. طب هنا يقوم داخل الشيطان ويضحك على صاحب المنام، فانا هنا بقول لك ما تمشيش ورا منه، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وعالج اختك بالقران الكريم. والله العظيم والله العظيم القران الكريم فرج ما بعده فرج. اسمعوا معايا كده يا جماعه الايه دي كده، اللي يقرا قران مش هيصيبوا اي شر من اي عدو. اسمعوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. يعني اللي بيقرا القران، اللي بيقرا القران بيجعل حجاب مستور ما بينك وبين عدوك. فاقراوا القران، اقراوا القران، اوعوا تسيبوه. صلوا على سيدنا النبي. والله 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 اللي هيقرا القران ربنا هينجيه. طول ما انت ماسك كلام ربنا هيجي لك ازاي السحر، هيجي لك ازاي الحسد، هيجي لك ازاي المس. اهو قالك اهو، واذا قرات القران، واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. حجاب مستور، سترك، عمل حجاب ما بينك وما بينه. فانا بقول لك ربنا يحفظك، ربنا يشفيها، عليك بسوره البقره كامله وعليك بهذا الدعاء اللي انا قلته لك. واخر حاجه سوره الزلزله، اقرايها مره واول عند قول اشتاتا قولها 33 مره بنيه ان ربنا يشتت عدوك يبعده عنك. اقراوا القران، صلوا على حبيبنا النبي. والحلقه خلصت، وهنهي الحلقه بايه؟ بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل اللي شايفني يصلي على سيدنا النبي، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الحلقه خلصت، انتظروني في حلقات قادمه ان شاء الله. يا رب اكون فدتكم. اللهم اجعل كل ما قلته شاهدا لي لا علي يا رب العالمين يوم القيامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.